بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 35 من الكتاب 11، كتاب الأحكام. باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم. يبقى ما يلتقط في الطريق ولا يعلم صاحبه إن كان دابة تسمى ضالة، وإن كان غير دابة يسمى لقطة. يبقى اللقطة ما يلتقط في الطريق ولا يعلم صاحبه، والضالة هو التائه، التائه من الدواب. كويس، كإنسان تائه نسميه ضال، كحيوان تائه نسميه ضالة. لكن لما تجد مثلا كتاب لا تعلم صاحبه يسمى لقطة، تجد نظارة لا تعلم صاحبته يسمى لقطة، تجد جهاز موبايل محمول ما تعرفش صاحبه يسمى لقطة، تجد مال شنطة تسمى لقطة. فهم؟ ما حكمها إذا وجدتها؟ يدك عليها يد أمانة، فعليك أن تحفظها وتعرفها حتى يأتي صاحبها بأمارتها فتعطيها إياه. ده خلاصة الأمر. وتعرفها سنة إن كانت تتحمل الحفظ سنة، فإن جاء فبها ونعم، فإن لم يجيء لك أن تتصرف فيها على سبيل الوكالة، فإن ظهر في أي وقت تردها له أو تتصدق بها وتكون الصدقة لصاحبها، أو تنتفع بها لنفسك وتكون يدك تتحول عليها إلى يد ضمان. بعد كده يبقى تبدأ يد أمانة وتنتهي بيد ضمان. واضح؟ باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الترمذي في سننه الحديث 28 بعد 400 والألف، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة، يعني حكم اللقطة، فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها. ثم اعرف يعني اعرف ايه امرتها، تعرف امرتها، امرتها اللي هي ايه؟ الوكاء، وهو ما تربط به، الخيط الذي ربطت به، تعرف امرته ايه، شكله ايه. ووعاءها، والوعاء هو ما وضعت فيه من شنطة او كيس او شيء من هذا، ده اسمه الوعاء. وعفاصها، والعفاص برضو ما وضعت فيه او ربطت به، يبقى كأنها ايه، كأنها على سبيل عطف ايه التفسير يعني. فالوعاء هو العفاص. ثم استنفق بها، استنفق بها يعني ايه؟ يعني استفد بها، استنفق بها يعني ايه؟ انفقها، استفد بها. بس بعد ما تستنفقها بعد السنة صارت يد ضمان،
لو ظهر صاحبها في اي وقت تعطيه قيمتها او بدلها، ان كانت ايه لها بدل تدي له بدلها، وان كانت ليست لها بديل تدي له قيمتها او تستسمحه فيها، فان سامحك فيها خلاص لا بقى، يبقى تعرفها سنة ان كانت تتحمل. طب افرض طعام لا يتحمل، طعام لا يتحمل يقعد سنة عندي، اعمل ايه؟ خلاص اكله على طول او اتصدق بيه واعرفه، لما يجي صاحبه ادي له قيمته، لكن ما يجيش طعام احفظه سنة يحمض مني ويفسد، مش كده؟ بالنسبة للتعريف يا دكتور، هل يجوز ان هو في الميكروفون المسجد وجدت مثلا؟ لا، يعلقها على باب المسجد، او لو هيعرف يمسك الميكروفون على باب المسجد وليس داخل المسجد، لان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن نداء الضالة داخل المسجد. فهو ممكن ياخد الميكروفون ويقف على باب المسجد كده وينادي: يا اهل الحي، عندنا ايه لقطة، من يأتي بأمارتها موجودة مع فلان خادم المسجد او امام المسجد كده. ممكن يعرفها بأوراق اعلانات يدعها ايه على ابواب مساجد الحي، ممكن يخبر بعض المحلات اللي في الحي، البوابين اللي في العمارات، يقول لهم: احنا لقينا يا جماعه شنطه هنا، فلو لقيتوا حد بيبحث عنها تليفوني كذا يتصل بي، وهكذا يعني يعرفها. العلماء زمان قال لك يعرفها في صلاه الجمعه، كل جمعه لان الناس بتجتمع في صلوات الجماعه، يعرفها الأول كل يوم لمدة إيه أسبوع، وبعد كده كل أسبوع لمدة شهر، وبعدين كل شهر لبقية السنة. فهمت إزاي؟ بالترتيب كده يعني، يعرفها كل يوم لمدة أسبوع، وبعد كده كل أسبوع لمدة شهر، وبعد كده كل شهر تكملة بقية السنة. فهمت إزاي؟ ما جاش صاحبها يبقى إيه؟ إما يستفيد بها على مذهب الشافعية والمالكية، يستفيد بها لنفسه ولو كان غنيا، كويس؟ لكن الأحناف قالوا لا يستفيد بها لو كان غنيا إلا إذا كان فقيرا فقط، فإن كان غنيا لا يستفيد بها لنفسه بل يتصدق بها. فهم؟ لكن الشافعية أجازوا حتى ولو كان غنيا يستفيد بها، لأنها صارت يده يده ضمان، فهيدفع قيمتها. فهم؟ نقرأ الحديث ثاني. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة، ثم أعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، يعني أنفقها، فإن جاء ربها يعني صاحبها فأدها إليه. فقال له: يا رسول الله، فضلة الغنم. طب افرض ان انا لقيت بقى مش لقطة، لقيت ضالة الغنم، غنمتيها. فقال: خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. يبقى ضالة الغنم ياخذها ليه؟ لانها لا تستطيع ان تدفع عن نفسها السوق، فممكن تضيع خالص، يبقى ياخذها حتى يحفظها. فهي ايه؟ لك يعني ان لم يأتي صاحبها، او لاخيك يعني صاحبها اذا جاء ياخذ، فان تركتها ايه ياكلها الذئب تضيع يعني. فهم؟ فانما هي لك او لاخيك او للذئب. فقال: يا رسول الله، فضلت الابل. طب افرض ان انا لقيت جمل او ناقه، اعمل فيها ايه؟ قال: فغضب النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى احمرت وجنتاه او احمر وجهه. ليه؟ لأنه كان المفروض غضب هنا يعني غضب النبي احمر، يعني غضب من سؤاله. ليه؟ لأنه كان المفروض يفهم إن ضالة الغنم أبيح له أن يأخذها لضعفها، فبتسأل عن جمل، الجمل قوي. فهمت إزاي؟ فما تسأل سيبه، قوته تحميه، فلا يقدر يجي وحش ياكله، وبعدين لا يحتاج من يطعمه. الجمل ممكن يقعد يصبر على عدم الطعام والشراب شهور او ايام طويله، اسابيع طويله، فيبقى سيبه في حاله بقى، يفضل رايح جاي كده لحد ما صاحبه يبلغ. فهم؟ فقال: ما لك ولها، انت مالك ومال ايه ضلت الابل؟
دي قوية تحمي نفسها، ما لك ولها. يبقى الهدف من التقاط ايه؟ اللقطة او الضالة الغنم حمايتها من الهلاك، فإن أمنت عدم هلاكها فلا تأخذها. كويس؟ طب وإذا خشي السرقة يعني؟ احنا في زماننا بقت سهلة، انت الوقت في زماننا سهل، انت بتاخد الضالة دي او اللقطة وتوديها اسم البوليس متينة بس خلاص اتحلت اشكالك، واسم البوليس عنده الناس اللي بتضيع منه حاجه بيروح لاسم البوليس يقول امرتها البوليس بيديها. فبقى في زماننا سهل، احنا بنتكلم على الزمان الاول ما كانش لسه فيه اقسام شرطه ولا في مصالح حكوميه ولا في هيئات قائمه على حفظ ورعايه امور الناس، كانش فيه لسه، كانت مجتمعات بدائيه. فالمجتمعات البدائيه كل واحد هيئه لوحده، كل واحد وزاره لوحده، انما دلوقتي بقت ايه؟ اختلفت الاوضاع، اختلفت. فهمت بقى ازاي؟ فانت دلوقتي مش من حقك انك انت تاخد اللقطه وتحطها في بيتك وتقعد ايه تعلن عنها، لا، انت مسؤوليتك تروح واخدها توديها للبوليس، البوليس بقى هو اللي ايه يحفظها عنه، ملناش دعوه. تقول لي اصل ممكن العسكري ياكلها وما يداش، انت مالك؟ ربنا هيساله يوم القيامه، ما اداش وظيفته ربنا يساله، انت برا ذمتك اديها له خلاص، دي وظيفته. فهمت بقى المساله؟ دكتور الحيوان لو يعني اللي يلاقي عيل صغير زمان كان ياخده بيربيه في وسط ولاده، دلوقتي ما ينفعش ياخده كده، لازم يوديه لرعايه الامومه والطفوله ويعمل بلاغ بوليس عشان يثبت ليه اسم، واخد بالك؟ وبعدين بعد كده عايش يربيه في اوراق معينه يستوفيها عند ايه مراكز رعايه الامومه والطفوله علشان يقدر ياخدوه يربيه. يعني بقى في اجراءات لتنظيم حياه الناس، ما بقتش حياه بدائيه. فهمت ازاي؟ بقت حياة فيها حضارة وفيها مدنية وفيها هيئات ومصالح تقوم على رعاية الناس، فبتودي كل حاجة لمصلحتها. لقيت واحد مريض في الطريق اخده امرضه في البيت ولا اوديه المستشفى؟ اوديه مستشفى. فهمت ازاي؟ ما كانش زمان في مستشفيات، هاخده امرضه في البيت وهكذا. يبقى النبي مقصده من هذه الاحكام عدم ضياع اموال المسلمين في بلاد المسلمين، بس ده المقصد. فيقوم المسلمين عملوا ايه بعد كده؟ عملوا مصالح للحفاظ على مثل هذه الاشياء، تحفظ للناس اموالها وتراقب احوال الناس وتقوم برعايتهم وعنايتهم. فهمت بقى المساله؟ فتغيرت الاحكام. تغيرت الاحكام يعني ايه؟ هي الحكم هو هو، لكن طريقه تطبيقه اختلف. ادي المساله، لكن الحكم هو هو. فقال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها. حذاؤها يعني ايه؟ يعني خفها، بتمشي مسافات طويلة ما تتضايقش، ادي الحذاء بتاع اللي هو الخف بتاعها. كويس؟ وسقاؤها يعني ايه؟ يعني هي اصلا مليانه ميه، مخزنه ميه ومخزنه غذاء في داخلها، لو قعدت ايام واسابيع لا تاكل ولا تشرب لا تضيع حتى يلقاها صاحبه. فهمت بقى؟ حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. قال وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمرو والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد الله. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال أخبرنا الضحاك بن عثمان قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة، فإن اعترفت، اعترفت يعني إيه؟ يعني جاء من يذكر صفتها، فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وعددها، يعني امراتها، عشان اما يجي لك انسان بالامارات
دي تعرف ان هو فعلا صاحبها، فتظهر لك بينة انه صاحبها. واضح؟ ثم كلها. كلها يعني ايه؟ يعني استفيد بها. ثم كلها، وده دليل للشافعية، ما لم يميز بين الغني والفقير، لان الغني لو اكلها هو يضمن ثمنها او قيمتها، يدفعها وقت ما يجي صاحبها، والفقير لو اكلها صارت صدقة من صاحبها على هذا الفقير. فهمت بقى المسألة؟ لكن الاحناف قالوا ثم كلها يعني ان كنت فقيرا، اما ان كنت غنيا فايه؟ فتصدق به. فهمت؟ ده رأي الاحناف. ثم كلها فاذا جاء صاحبها فأدها. قال ابو عيسى حديث، يعني في أدها ازاي؟ ما اكلها، يعني فأدي بدلها او قيمتها، أدي بدلها او قيمتها، ادي المسألة. قال ابو عيسى حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال احمد اصح شيء في هذا الباب هذا الحديث، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ورخصوا في اللقطة اذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها ان ينتفع بها، وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكذا المالكي. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفها سنة فاذا جاء صاحبها والا تصدق بها، يعني ما يستفدش بها، تصدق بها. فهمت بقى؟ يبقى القول الثاني اللي هو قول الاحناف يعرفها سنة فإذا جاء صاحبها وإلا تصدق بها. الوقت في زماننا تغيرت الأحكام، مش هقعد عندي سنة ولا حتى هعرفها، أنا ألاقي اللقطة أروح اسم الشرطة بتاع الحي اللي أنا لقيتها فيه، لقيتها في المقطم أروح اسم شرطة المقطم، لقيتها في العتبة أروح اسم شرطة العتبة، لقيتها في السيدة عائشة أروح لقسم شرطة الخليفة. فهمت إزاي؟ بس وسلم لهم يا جماعة أنا لقيت الحاجة دي، واخد بالك إزاي، في المكان الفلاني، سلام عليكم، تنوب ماشي، شوف مصلحتك ولا تعرف ولا تشغل نفسك بقى. يبقى بقت الأحكام أسهل، يبقى هذه الهيئات أعانتك على تنفيذ الأحكام ولم تكلفك أنك تقعد تعرفها بقى كل يوم لمدة أسبوع وكل أسبوع لمدة شهر وكل شهر لمدة سنة وينقطع حالك، ما بقتش فيه هذه الأحكام، تيسرت أحوال الناس. فهمت؟ لكن افرض انك انت عايش في منطقه ليست فيها اقسام شرطه، في منطقه بدائيه، خلاص ترجع الاحكام زي ما كان، هتعرفها وتمشي في الاسواق وتقول وتنادي وتعمل. فهمت بقى المساله؟ طب يا دكتور صاحبها ده ممكن يحسب لها النفقه اللي انفق عليها في الاكل يعني؟ اذا احتاجت طعام وشراب بيبقى ايه؟ يبقى الطعام والشراب اللي بياكلوا لها مقابل انه ياخد لبنها وصفر، بيستفيد منها لحد ما يجي صاحب، ولا هيسيب اللبن في الضرع زي ما نحكي العادة. يعني اللي بيطعم هو ليه الايه؟ ليه الخراج بتاعها. فهم؟ وقال المذهب الاخر بقى، وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وهو قول أهل الكوفة ومنهم الأحناف طبعا. لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا، وقال الشافعي ينتفع بها وإن كان غنيا، لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرة فيها 100 دينار، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها، وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه، فلم يجد من يعرفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، وكان لا يحل له الصدقة. كل ده ردود الشافعية على مين؟ على الأحناف. الأحناف قالوا لا ينتفع بها إن كان غنيا، قالوا لا ينتفع بها ولو كان غنيا، لأنها لو كانت لا تحل إلا لمن تحل له الصدقة ما حلت اللقطة لسيدنا علي وقد وجد دينارا، فلما عرفه ولم يجد له صاحبه أمره النبي أن يأكله وتحرم عليه الصدقة. فهمت إزاي؟ وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها. يعني افرض لقيت جنيه، لقيت 10 جنيه، خلاص بقى هتروح البوليس تدي له 10 جنيه تقول له لقيتها؟ ما قيمتها بسيطة دلوقتي، حتى صاحبها لو عرف انها وقعت منه مش هيرجع يدور عليه، لانه ممكن عشان يرجع ياخد تكسب 10 جنيه علشان يجيب ال 10 جنيه عشان ما ينفعش. فهمت ازاي؟ يعني لو كانت شيء يسير خلاص خده واستفيد بيه وخلاص وانتهينا على كده، تصدق بيه في الحال، اشتري بيه سندوتش، اعمل بيه اي حاجه، حطه في مسجد، انت حر بقى، ما تضيعش وقتك لانه امر يسير، حاجه يسيره. فهمت بقى المساله؟ وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها ولا يعرفها، وكان بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. يعني بعض العلماء قال لك لو كانت إيه قيمتها قليلة شوية مش بشرط يسيبها سنة، يعرفها ايه لمدة ايه اسبوع 3 ايام يومين على حسب ايه قدرها، واذا كانت ضئيلة خالص لا يعرفها حد، ياخدها كأنها. كان زمان مثلا لقطة الحرم حرام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تلتقط لقطته، ده الحرم لا تلتقط لقطته، يعني لو لقيت حاجة في الحرم سيب يجي صاحبها ياخدها، ليكش دعوة. الوقت تغيرت الاحوال، خد اللقطة بتاع الحرم واديها ايه لحراس الحرم، بيجمعوا اللقطات دي في حجرة عندهم، بيجي صاحب اللقطة اللي ضايعة بيروح لحراس الحرم يفتحوا له الحجرة يدخل ايه مش هيلاقيها برضو، لان هيلاقي الحجرة دي مليانة اشياء كثيرة، يقول له خش دور. دور ايه بقى؟ ده احنا ممكن نقعد 10 ايام ما نلاقيش حاجة، صعبة يعني، تبقى عندهم كميات ضخمة من الشنط والحاجات كلها حاطينها في مخزن، تيجي تقول له ضاع مني حاجه يقول لك خش المخزن، تقعد تدور عليه يفوت موسم الحج ان شاء الله وانت ما طلعتش من الحجر. تبقى صعبه يعني. لكن على اي حال هي في جهه وخلاص. جهه وخلاص مسؤوله عن مثل هذه الاشياء، تديها لها وتبرأ ذمتك. ان كانت يسيره في الحرم، ان كانت يسيره، انا في رايي في الحرم ان كانت يسيره او كبيسه ما تاخدهاش، لان النبي يقول ايه لا تحل لقطته. لا تحل لقطته. يبقى لو اخذتها بتاخدها علشان تديها للمسؤولين او سيبها في حالها وريح نفسك. وعن ابي قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله ابن نمير ويزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا، والسوط اللي هو ما تساق به الدابة اسمه السوط، كويس؟ فوجدت سوطا قال ابن نمير في حديثه فالتقطت سوطا فأخذته، قال دعه، فقلت لا أدعه، تأكله السباع؟ لآخذنه فلأستمتعن به. فقدمت على أبي بن كعب فسألته عن ذلك وحدثته الحديث، فقال أحسنت، أنا وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة فيها 100 دينار، قال فأتيته بها فقال لي عرفها حولا، فعرفتها حولا فما أجد من يعرفها، ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر على سبيل الاستحباب. يبقى الحول وجوبا وعلى سبيل الاستحباب 3 سنين. إذا كان حاجة كبيرة زي دي 100 دينار مبلغ كبير، واحد لقى 1,000,000 جنيه 3,000,000 جنيه، ده مبلغ كبير يسيبه بقى مدة أطول. فهمت إزاي؟
ثم أتيت بها فقال عرفها حولا آخر، فعرفتها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر، قال أحصي عدتها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه. يبقى دي اسمها ايه؟ بينت انه مالك. البينة ايه هي؟ ان يذكر امارتها اوصافها، فهمت؟ والا فاستمتع بها. قال هذا حديث حسن صحيح. باب في الوقف. الوقف اللي هو ايه؟ نسميه احنا الصدقة الجارية. يبقى الاوقاف بنسميها احنا ايه دلوقتي؟ الصدقات الجارية. ان الانسان يبقى عنده مال يوقفه على ان ما يخرج منه يكون في وجه من وجوه الخير، ويفضل رقبة المال نفسه ده ايه؟ لا تباع ولا تشترى، محفوظة. فهمت ازاي؟ ده يسموه ايه؟ صدقة جارية. وعن ابي قال حدثنا علي بن حجر قال انبانا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فقال يا رسول الله أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ يعني جاء سيدنا عمر إيه؟ أصاب مال في خيبر، أرض، قطعة أرض في خيبر، وهي قطعة نفيسة فيها زروع وفيها يعني إيه خير كثير. فسيدنا عمر بيقول ان المال الارض اللي في خيبر دي انا اصبتها هي ملكي وانا مستغني عنها، عايز اتصرف فيها تصرف كويس، اعمل فيها ايه يا رسول الله؟ هي يعني شيء قيم لكن انا مستغني عنها. فبيسال النبي ماذا يفعل فيها؟ قال فما تامرني؟ قال ان شئت حبست اصلها، يعني اوقفت اصلها، لا يباع ولا يشترى. ادي معنى حبست اصلها، يعني ايه؟ يعني صار موقوفا لا يباع ولا يشترى. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني بما يخرج منها. فهمت بقى إزاي؟ فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، تصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب، يعني إيه؟ يشتري عبيد ويعتقهم، أدي معنى في الرقاب. وفي سبيل الله، يعني ينفق بعضها في ايه؟ في تسليح المسلمين في الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل يعني ايه؟ الغريب الذي انقطع به الطريق، يعطيه ما يوصله الى بلده. والضيف يعني اكرام للضيف. لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف. من ولي هذه الارض يسمى ايه؟ ناظر الوقف. يبقى من ولي الأرض يشرف عليها ويعتني بها وينفق ما خرج منه في وجوهه يسمى إيه؟ ناظر الوقف. فبيقول لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يبقى له أن يأخذ مرتب مقابل إيه؟ نظارته لها، يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول، وليه كمان انه يعزم واحد صاحبه ياكل معاه كمان، غير متمول فيه، يعني غير متخذها مالا يكنز ويحوش بقدر حاجاته بس لكن ما يحوش. فهم؟ غير متمول فيه، يعني غير متخذها مالا. قال فذكرته لمحمد بن سيرين فقال غير متأثل. ما كان متمول، قال ايه؟ غير متأثل، يعني غير مدخر. يبقى المتأثل هو الذي يدخر، يعني يأخذ فوق حاجته فيدخر، لا يفعل ذلك ناظر الوقف، وإلا يبقى حرام. غير متأثل مالا. قال ابن عون فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثل مالا، يعني شروط الوقف بتاع سيدنا عمر ده كان مكتوب في قطعة إيه؟ جلد مدبوغة، زي ما تقول إيه؟ شروط الوقف كان كاتبها. فبيقول أنا قريت شروط الوقف بتاع سيدنا عمر ده في قطعة أديم كان سايبها عند بنته حفصة. فاهم؟
قال ابن عون: فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم، وقطعة الأديم القديم اللي هو الجلد المدبوغ أحمر، يعني لونه أحمر، غير متأثل مالا. قال إسماعيل: وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأثل مالا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأراضين وغير ذلك. يبقى دل على ذلك على أن الوقف من الصدقات الجارية التي حث عليها الإسلام ونصح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على صاحب الوقف أن يذكر مصارفه وجهة صرفه، وأن يذكر شروطه، وأن شروط الواقف إيه هي شروط الشارع. يعني أوقف هذا الوقف مثلا على مرضى السرطان، يبقى لا ينفق على مرضى إيه الفشل الكلوي زي ما قال، أو قال على المرضى مطلقا يبقى على المرضى مطلقا، أو قال على طلاب العلم الشرعي يبقى لا ينفق على طلاب علم الطب، أو قال على القراء يبقى لا تنفق على أهل الحديث، فهمت؟ وهكذا، يبقى تلتزم بشروط الواقف، فهمت بقى المسألة؟ وأن التزامك بشروط الواقف لابد أن يكون مكتوبا في ورقة موثقة حتى تعود إليه إن نسيت، وأن ناظر الوقف من حقه أن يأخذ راتبا من الوقف على نظارته، فهمت ازاي؟ بقدر كفايته، ولا يدخر منه ولا يستعمله ايه مالا لان يعني يصبح له ارصده منه، رصيد يعني ايه؟ يعني يدخر منه، ممنوع. ناظر الوقف يبقى بس ياخذ بقدر حاجته، واضح؟ يدخر بقدر حاجته. لو يدخر بقدر حاجته ما يدخرش، ياخذها بقدر حاجته او البول، لكن ما يدخرش. وعن أبي قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. جاب لك الحديث ده ليه بقى؟ في باب الوقف، لأن الوقف هو الصدقة الجارية، لأن كلما استفاد منها الناس وكلما درت ريع فأنفقته وهو في قبره يأخذ صدقته، فهم؟ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والمقصود انقطع عمله التكليفي، ثمرت عمله التكليفي إلا هذه الأشياء، لكن ممكن يستمر له عمل يوهب له، فهمت بقى ازاي؟ يبقى النبي بيتكلم على الاعمال التكليفيه ولا يتكلم على مطلق الاعمال، بدليل ان هناك اعمال توهب للميت وتصل له، كمن يحج عن الميت ويتصدق عن الميت ومن يدعو للميت ومن يصوم عن الميت، كل ده وارد، فهمت ازاي؟ فدل على انه انقطع عمله الا من ثلاث، ليس المقصود انقطاع العمل مطلقا، بل بعض الاعمال المتعلقه بالتكاليف الشرعيه. ونقف على باب ما جاء في العجماء: جرحها جبار، جبار يعني هدر، لا دية فيه، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام ومحاسن الأخلاق، وتقبل ذلك منا ما حيينا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، وفقنا لما تحبه وترضاه، وأهل علينا هلال رمضان هلال خير وبركة علينا وعلى سائر أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هلال بركة تجمع به شمل المسلمين.
وترحمنا يا رب العالمين من فتنة التفرق والتشرذم يا رب العالمين، وأن تحقن دماء المسلمين التي تراق بأيدي المسلمين يا رب العالمين بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. واكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.